الجميع هنا يفطرون بالليل بس مسرح ما بعد. اكو دوريات يعني تقدر تشوفها؟ اكو دوريات هي تفطر هنا بالليل. الى كربلاء ايضا سرقات متكرره تحدث في حي النصر في كربلاء. بالليل اثناء الليل المحلات معزله دا تنسرق القطع الخارجيه مال السبلت بالاضافه الى عده مواد دا تنسرق من هذا الحي. الناس بدات تتذمر هناك، اصحاب المحلات اللي هو باب رزقهم يجي ما يلقي قطع مخليها خارج المحل ممكن تنسرق، مع المفروض يعني المفروض انه اكو دوريات ليليه في هذه المناطق خصوصا وان الناس دا تبلغ يعني انه دا تصير حالات سرقه في هذا المكان. اذا مديرية شرطة كربلاء أنتم معنيين اليوم بتوضيح ماذا ما يحدث اليوم في حي النصر. طبعا مراسلنا وليد الصالحي التقى بعدد من هذول الناس اللي سرقت محلاتهم وبعض القطع من خارج المحلات ليلا، مع العلم أنه دا يبقى السارق يعني طليق وما حد يلقي القبض عليه. خلونا نشوف. ظاهرة غريبة تحدث في مدينة كربلاء تحديدا منطقة حي النصر والأحياء المجاورة لها، سرقات كثيرة تحدث ليلا، يعني سرقة ممتلكات المواطنين وسرقة ممتلكات المحلات والمقاهي في منطقة حي النصر. معي يعني أحد الأشخاص سيتحدث لنا عن هذه السرقات وكيف تتم السرقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذي سمعنا بالسرقات اللي يصير يمكم بكثرة، احكي لي عنها. طبعا هي هاي ظاهرة احنا مو جديدة، هي طبعا هاي اللي تصير تحدث. احنا قبل فترة خلصنا من ظاهرة سرقة الأغطية المنهولات اللي هي الحديد، هسه رجعت ظاهرة كل صيف بداية الصيف تبدي ظاهرة السبالت القطع الخارجية. تعرف حتى اكثر محلات تجارية، كوفيهات، مولدات، فيجي صاحب المحل يجي بالليل يلقى السبلت مالته القطع الخارجية مشيوله هنا بهذا المكان، هاي المنطقه، بس منطقه حي النصر. هذا كوفيهات اثنين، واحد صف الثاني صاعدين من السطح، خمسه بليله واحده خمس سبارت من هاي من الكوفي هذا. المنطقه هاي بالذات منطقه حي النصر لحد الان خلال اسبوع 13 سبلت فقط حي واحد. شلون بقت الاحياء هسه؟ ايش قد كم حي هسه، كم محل تجاري؟ لذلك بطيئه الاحياء سرقات صارت. اكيد هاي بكل حي، اقول لك حي واحد هذا شارع واحد 13 سبلت مسروقه. بقيت الاحياء ما اعرف يعني ايش قد هاي السرقات، هاي ايش قد هاي الظاهره ايش وقت تنتهي ما نعرف. احنا نطالب نفس الوقت القوات الامنيه، نطالبهم باتخاذ الاجراء اللازم. طبعا اذا هم لا ما يقدرون يرجعون الحارس الليلي، الحارس الليلي قالهم رابط على الشارع، يجي ابو ستوته، يجي ابو تيك توك، يجي يقول له انت وين رايح وين جاي، هذا اللي نريد احنا. طيب ممكن حتى جرائم قتل تصير اذا اعترض السارق المواطن؟ هو اكيد احنا لا، هذا من اعقاء سال ادب، فبالتالي هو اذا احد قدر يكمشه او يشوفه بالتالي اكيد هو عدى على جارحه او عدى شايل سلاح. احنا هاي ظاهره ما اعرف شو نقضي عليها ما ندري، فنتامل هنا قواتنا الامنيه نطالبهم بالتجديد خصوصا بعد 3 الليل، هي السرقات كلها من 3 لل 6 الفجر. ما اعرف هاي شو كنت نحل احنا، نتامل. استاذي احكي لي شلون بدك تنسرقون هنا؟ والله استاذي بالليل سرقوا منا خمس سبالت. ايه بعد شو سووا بعد؟ شنو المعلومات حصلتوها؟ ها؟ شنو المعلومات حصلتوها؟ شو ما حصلنا؟ هي معلومه ما حصلنا. شنو قوات امنيه؟ ماكو لا قوات امنيه جيت لا هاي. هم قوات الامنيه هنا يفترون بالليل بس سرقنا بعد شو سووا. اكو دوريات يعني تفتر تشوفها؟ اكو دوريات هي تفتر هنا بالليل. بس بعد ما ادري يعني حتى القاها هنا يعني من المقاهي دائما يعني يطبقون بالليل. قوات الامنيه يعني السرقات تتم على المحلات تحديدا؟ يعني سرقنا قبل 4 أشهر محل مال حاسبات مالتنا من سرق، طقت الاقفال وهم اشتكينا وهم كل شيء ماكو نتيجه. والبارحه ايش صاير؟ البارحه خمس سبالت صعدوا منا من السطح سرقوهن. هاي شلون يعني معقوله ثقل هذا الثقل السبلت عادي ياخذه ويروح بدون اي واحد يعترضه؟ والله عادي يعترض، عادي بستوته مصعدين وماخذين. اي والله كاميرات شيء اكتشفتوا؟ والله ما اكتشفنا كاميرات، من هناك لين بعيده شوي راح صاعد من هناك من السطح. نعم. كاميرا بعيده يعني ما واضح كلش التصوير. شكرا جزيلا. رحم الله والديك.
نعم يعني مثل ما تحدث المواطنين هنا، حقيقة تتم سرقة الممتلكات مثل السبالت والحاسبات من المحلات التجارية والكوفيات عن طريق الستوتة، هذه العربة حقيقة الخفيفة. المواطنين يطالبون الجهات الأمنية بتجديد الإجراءات، يعني نشر الحارس الليلي، نشر الدوريات خصوصا في المناطق التي تقع على أطراف كربلاء يعني والبعيدة عن مركز المدينة. وهذه عودة للزميل مازن علوان واستوديو لوكيشن.